اعمل لك ارخص كريب في مصر بخمسة جنيه وداعا لغلاء التجار وداعا. هجيب ورقتين كريب بخمسة جنيه. هتروح بقى ايه؟ بص هجيب الرومي اللي في تلاجه امك وتبشر. انا طبعا ما اقدرش احط ايدي على الرومي بتاع امي. وكب يالا كب دي بقى الخلطه السريه ما حدش عارفها، ان انت تحط طبقتين. بص كب كده كب. واجيب بقى ايه؟ شويه موتزاريلا. طبعا انا جبت الموتزاريلا السايد، مش هجيب بقى الموتزاريلا الغاليه تاني، لا كفايه. الهي ربنا يحميني يا رب. طبعا تغسل ايدك وتغسل ايدك. تراتش ربنا يحميني ليك يا رب. كب يالا كب يالا، انت غلبان يالا وبائس. هلا دي البنت اللي خزوتك على اصل المره اتخزوت زي يالا مش كانت عاملاني ليفه. انت الكلام والله كانت بتفرج صحابها عليا. لا انا ولا لا ده انت غلبان. 5 جنيه اداء زبال. اوعى ترمي ده بيالا الموتزاريلا يالا الغاليه يالا. طبعا دي الموتزاريلا المضروبه. مش هجيب انا 58 جنيه. انا مش عارف الفه ازاي، الف كده خفيف جدا. ربنا يحميني ليكي يا امي. هتنزل بترنشات القوطه بتاعت امك. عايز حياتها فلقه على الحياه. الرومي وقع، شويه اللي كنا شايلينه وقع. بص يا جبنان بتضم كده وهتضم كده ومن هنا كده. ايوه ومن هنا كده. ايوه مش شايفني يا ابن قلبي. اديها دقيقه بقى على الوش ده والدقيقه على الوش التاني. طبعا هنجيب سكينه من قلبها هنا بس بلد هفرحك. شايف انا الموتزاريلا يالا والحلاوه كده ما بتنطش ليه؟ مراهقه. الله عملنا النعمة وجع. طب وجع لي خلاص ده حلو قوي والله العظيم. الصراحة 5 جنيه.